أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والمحبة، وها نطل عليكم من بغداد بعد ما شاهدنا بطولة كأس الخليج من البصرة وما حقق منتخبنا الوطني من إنجاز أفرح أكثر من 42 مليون عراقي، ولا زال الشعب العراقي يتغنى بهذا الإنجاز. كثير من التفاصيل، كثير من الأحداث راح نتحدث بها بعد هذا النجاح الكبير، رغم بعض الأمور اللي حثت، لكن كبطولة أول بطولة تكون بالعراق بعد أكثر من 40 سنة، أول مرة يتجمع المنتخبات بهذا العدد، أول مرة نشاهد هكذا خامات من الإعلاميين والصحفيين وغيرها من الشخصيات اللي تواجدت بالعراق وبالبصرة. أنا أعتبر هذا إنجاز لكل العراق، لا يقتصر على شخص واحد، من تواجد ومن وثق وغيرها من شخصيات. أكيد هذا النجاح يحسب للكل. مبارك للعراق هذا الإنجاز، شكرا للاعبين، شكرا للكادر التدريبي، شكرا للاتحاد ووزارة وكل المحافظات اللي ساهمت وكل الوزارات اللي كانت يدعون لإنجاح هذا الكرنفال. قبل ما أرحب بضيوفي أروح أتابع هذه المباراة التاريخية ومن بعدها نرجع. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدنا هذه الأهداف. مباشرة أرحب بضيوفي الكابتن المحترم بسام رؤوف. حياك الله كابتن بسام، وشرفتني بتواجدك. الله يحفظك ويسلمك، مساء الخير عليك حبيبي أستاذ طارق وعلى جميع مشاهديك الكرام وعلى ضيفك الكريم أيضا. تحياتي لك أيضا. أرحب بالأستاذ ورئيس الاتحاد الخليجي للإعلام سالم الحبسي، حياك الله، وجدا ممتن من ظهورك معنا ببرنامج وطن سبورت وقناة دبليو تي في. حياك الله أستاذ سالم. شرفنا طال عمرك وسعداء بأن نكون معكم في هذه الإطلالة التلفزيونية والإعلامية، وسعيد جدا بأكون برفقة ضيوفك، وسعيد أيضا أن نطل على جميع مشاهدينك في العراق. تحياتنا لك. طبعا بالبداية أنا من واجبي أنه أشكرك أنت وجميع الأشقاء اللي تواجدوا ودعموا العراق قبل بطولة الخليج بعد ما كنا غايبين عن هذه البطولة. شكرا لك ولكل الأخوة اللي تواجدوا، وإن شاء الله بقادم الأيام تكون أكثر من هذه المناسبات ويكون تواجدكم أكثر. كيف شاهدت بطولة الخليج أستاذ سالم وأنت واحد من الشخصيات الإعلامية المحترمة وأكثر من بطولة خليج أنت تواجدت بيها؟ شكرا جزيلا وبارك الله فيك أستاذ. أعتقد بأننا احنا واجب علينا أولا أن احنا نكون متواجدين بين أهلنا وأشقائنا في العراق، واجب علينا أيضا أن احنا ندعم بطولة كأس الخليج التي تقام في العراق بعد فترة غياب أو فترة توقف طويلة أكثر من 4 عقود، وواجب علينا أيضا أن نقدم الحقيقة لجميع المتابعين والمشاهدين على مستوى الخليج والوطن العربي وحتى على المستوى العالم. وأعتقد بأن الزملاء الإعلاميين الخليجيين الذين تواجدوا في البصرة كانوا يقومون بواجبهم على أكمل وجه، لأنهم هذه أولا أمانة الكلمة والأمانة الإعلامية، ويتحتم علينا أيضا أن نكون مع الشعب العراقي، نقف معه صفا إلى صف. بل العكس، نحن كنا سعداء جدا بأن نكون متواجدين في البصرة وفي العراق وبين أهلنا وأخوتنا الذين رحبوا حقيقة ترحيب كبير جدا وقدموا كل ما يمكن تقديمه للضيوف، وشعرنا حقيقة الأمر بأنه نحن لسنا ضيوفا في العراق، بل العكس، كانت كل الأبواب مشرعة لضيوف الخليج، كانت كل البيوت تقدم كرم حاتمي لكل الضيوف. حقيقة الأمر الانطباع كان عجيب بالنسبة لنا احنا كلنا أن نجد كل هذه الحفاوة والتقدير وأيضا البشاشة في الاستقبال. كل التحية حقيقة للشعب العراقي وخاصة للشعب المصري. تحياتي لك أيضا. احنا جدا نشكركم. وكابتن بسام، كيف شاهدت البصرة وبالأخص حفل الختام والمباراة؟ نعم. كمتابع رياضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحياتي للأستاذ سالم الحبسي، وأكيد يعني يمكن أول مرة نطلع أنا وياه في برنامج، رغم أنا كنت متواجد في قنوات كثيرة حقيقة مع أخوة أيضا خليجيين ومسؤولين
فنيين وإداريين في البطولة وخارج البطولة. الكثير من الأحداث حصلت حقيقة خلال بطولة الخليج وقبل الخليج، وتعرف بأن أنا كنت باللجنة العليا لرفع الحظر، وكنا مسؤولين على التواصل أيضا مع أخواننا في الخليج وفي الدول العربية الأخرى وأيضا مع الاتحاد الآسيوي، وبالتالي هنالك نقاط كثيرة كانت تدار يعني في سبيل رفع الحظر، وجزء من عند إقامة المباريات على أرض العراق بالتواصل مع الأخوة العرب والخليجيين. وهنالك طبعا أكيد يعني أكو رغبة كبيرة كانت من قبل الإخوان الخليجيين بالتواجد على أرض العراق واللعب، وكانت هنالك مباريات يعني بطولة الصداقة والسلام الودية اللي حصلت أيضا حين ذاك يعني قبل فترة، كانت هاي كلها تهيئة أو تمهيد لبطولات قادمة، وأيضا بطولة غرب آسيا سابقا أيضا، والكثير من الأمور الإيجابية كانت يعني مؤشرات كانت واضحة بأنه بطولة الخليج ستقام على أرض العراق. أنا يمكن من الناس اللي دائما أتفائل في الأحداث، لكن ربما الوباء الملعون حال دون إقامة بطولة الخليج على أرض العراق، وهو أمر مستحق يستحق العراق منذ أكثر من 5 سنوات، وبالتالي الدعم الخليجي كان حاضر خلال هذه المرحلة، وانا كنت مطمئن. هذا ما شاهدناه بالبطولة بصراحة، وهو هذا راح نتكلم عنه، التطمينات اللي كانت حاضرة والتواصل باخوان الاتحاد الخليجي لاكثر من مرة، متابعة المنشآت الحيوية، المرافق الحيوية الخاصة بمدينة البصرة، المنافذ الحدودية، الامور الفنية، اللوجستية، كلها كانت هنالك متابعات دورية خلال اكثر من عام، وبالتالي يمكن التطمينات هاي كانت تتواصل من عندهم بأنه البطولة قائمة، ولا سامح الله إذا حصل شيء يعني حالة من عدم لا استقرار في العراق ذاك الوقت ربما تنقل إلى الكويت. صح. لكن الأمور والبوادر كلها كانت تشير إلى استقرار، وبعد أن تشكلت حكومة العراق بقيادة السيد محمد شياع السوداني الوضع استقر بشكل كبير، وراح باتجاه الانفتاح على البطولة أكثر وانسيابية في العمل، والدعم الكبير اللي تحقق من قبل الحكومة العراقية لاتحاد كرة القدم وللبطولة ولوزارة الشباب والرياضة، وتشكلت هيئة عليا برئاسة السيد أحمد المبرقع، وشاهدنا الاندفاع والحرص من الجميع، والإعلام تكاتفوا بيناتهم ونقلوا صورة مشرفة، والإخوان في بطولة الخليج وخلال المرحلة الماضية كانوا مبادرين حقيقة لكل تظاهرة جميلة تحدث في البصرة وعلى أكيد شواطئ البصرة. أنا اليوم حقيقة أوجه شكري لهم للإخوة الخليجيين على اعتبار بأن هذا الإنجاز حقيقة ذو شقين. الإنجاز الأول هو للإخوة الخليجيين باعتبار هم كانوا مساندين وشاهدوا الحقيقة كما هي مع الشعب العراقي اللي كانت مغيبة لسنوات. صح. طويلة، وأيضا نجاح البطولة من نواحي كثيرة. الأمر الآخر هو نجاح للعراق باعتبار قيمة العراق، وتم نقول إحنا تم ختام البطولة ختام مسك، وفاز العراق بالبطولة، لكن هذا لا يعني بأنه المنتخب العماني ما قدم شيء، بالعكس كان من أفضل الفرق في البطولة وكان أيضا يستحق الفوز في البطولة، لكن هي هاي كرة القدم يعني هنالك أكيد يعني فائز وخاسر، لكن إن شاء الله ماكو خاسر في هذه البطولة، الكل فائز. لذلك شاهدنا الود والمحبة والسلام، وشاهدنا حقيقة أصداء كبيرة عالمية في مجلات عالمية تنشر أخبار كبيرة عن البطولة الخليجية، وأعتقد هذا التضامن القوي بين الإخوان ساعد في نجاح البطولة من كل النواحي، سواء كانت الشعبية أو الرسمية، والجمهور قلنا اللاعب رقم واحد كان في البطولة. تمام أستاذ سالم، بعد هذا الشكر اللي الجميع يشكر الجنابكم، كنت تتوقع حيش راح تكون خليجي 25؟ بصراحة كنت تتوقع أنت اليوم كرئيس إعلام للخليج العربي، كنت تتوقع حيش راح يكون المباريات، حيش راح يكون الجمهور، الإعلام بهالطريقة راح يكون، حدثني. أنا أشوف أولا أعتقد قبل البطولة كان كثير من الشكوك تحوم حول البطولة، حقيقة الأمر هذا يجب أن نكون واقعيين وصريحين مع أنفسنا ومع الجميع، لكن لم أشك للحظة بأنه البطولة ستكون لها حضور جماهيري كبير،
والمعروف عن العراقيين انهم يعشقوا كرة القدم، وكنت اتوقع هذا الحضور الجماهيري، لكن لم اكن اتوقع بهذا الرقم القياسي اللي حقيقة اللي سجلته خليجي البصرة. اذا تسمعني، ما اعرف تسمعني ولا الخط نعم أسمعك، صوت نعم واضح ولا نعم. لكن حقيقة ما ابهرني هو ليس فقط الجمهور ما داخل الملاعب، انا ابهرني الجمهور وهو خارج الملاعب. يعني في كل موقع من مواقع البصرة، سواء موقع المشجعين، سواء على شط العرب اللي هو الكورنيش، سواء على المواقع الترفيهية، المطاعم، المقاهي، أينما ذهبت في البصرة فالجمهور حي يعيش على نبض كرة القدم، وهذا قلما تجده في بطولات كأس الخليج. حقيقة الأمر يوجد جمهور داخل الملعب، ولكن ما بعد ما تنتهي المباريات كل يذهب في سبيله، ويبقى فقط القنوات الفضائية والتلفزيونات والإعلام ينقل الأحداث واللقاءات التي تتم. ولكن ما حدث في البصرة أنا أعتقد بأنه يجب علينا أنه نحن نتوقف أمامه جليا، هذا الجمهور وشغفه وحبه وتواجده وتفاعله مع البطولة كان أحد أسباب النجاح، بل هو من الأسباب الرئيسية للنجاح. الجزء الثاني أنا أعتقد يا أستاذ فيصل أنه تواجد أيضا الإعلام الخليجي والعراقي بهذا الحجم وبهذا الإيجابية خلنا نقول، وتعاونهم ودفعهم لإنجاح هذه البطولة في البصرة، أعتقد ساهم بشكل أيضا موازي لما قدمته صحيح. الجماهير. لولا الإعلام الخليجي الرياضي والإعلام العراقي الذي أعطى دفعة لهذه البطولة وأكد وأثبت بأن البطولة تقام في أرض آمنة، في بلد آمنة، بين شعب عربي أصيل، لم يكن لتصل الصورة بهذه السرعة على مستوى العالم. يعني استطاع الإعلام الخليجي أن يغير الصورة الذهنية التي كانت مأخوذة سابقا عن العراق بأنها بلد غير آمن، وأعتقد خلال غضون 20 يوم او اقل من 20 يوم انت كرئيس استطاع الاتحاد الاعلام للاعلام الخليجي الخليجي استاذ والعراقي. شلون شفت العراق؟ كيف بصراحه اليوم احنا نتحدث بكل صراحه، البطوله خلصت، شنو اللي نحتاجه وشنو اللي شاهدته؟ ممكن اليوم اكو امور نتحدث بيها ممكن ما تتكرر بالايام القادمه او بالمباريات القادمه، انت كيف شاهدت العراق؟ شنو اللي نحتاجه اليوم؟ شوف، انت تملك في العراق جمهور لا يملكه اي 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 دوله في، يمكن نفسك البرازيل ربما فقط. يعني الجمهور العراقي جمهور محب وعاشق، يعني فقط البرازيل عندها مثل جمهورنا. ايوه، عندك نقطه قوه غير عادي حقيقه، ويجب التركيز عليها وتثقيف الجمهور العراقي بوجوده بحضوره بدعمه، لان شوف لاحظنا انه غير مسار البطوله، المنتخب العراقي داخل البطوله وهو فريق يعني غير مرشح حقيقه الامر في البدايه، لكنه مع جمهوره، مع دعم جمهوره، وايضا اندفاع لاعبينه وحرص مسؤولينه، استطاع ان يصل المباراه النهائيه ويخطف ويفوز باللقب. هذا واحد. اثنين، انت تملك المنشآت الرياضيه التي تميزك ايضا مثلك مثل الاخرين، تستطيع ان تستضيف العديد من البطولات القادمة سواء الخليجية أو العربية أو القارية أو الدولية. ثلاثة، عندك إعلام قوي في العراق، أيضا يوجد إعلام قوي، يعني أكثر من 40 عندي سؤال لك، هذا عندي نعم. هذا السؤال لك بالضبط. وبالتالي أنا أعتقد اللي ينقص أو اللي يحتاجه، خلينا نقول نكون واقعيين، يعني اللي يحتاجه العراق فقط موضوع تجويد التنظيم، بحيث أنه ما تكون هناك أمور أو ملاحظات في عملية التنظيم. هناك طبعا شركات متخصصة في التنظيم يجب الاستعانة بها في القادم الوقت، أيضا الترويج للبطولة قبل إقامتها هذا مهم جدا. يمكن لاحظت أن هناك ترويج داخل البصرة حقيقة الأمر، ولكن ليس بالحجم الكبير، يعني حجم الجماهير أكبر من حجم الترويج اللي موجود داخل البصرة. التنظيم أيضا كما قلنا يمكن في حفل الافتتاح خاصة وحفل الختام كان هناك ملاحظات كثيرة نتمنى تداركها في الفترة القادمة. إن يجب شاء أن الله. يكون هناك أيضا رجال أمن الملاعب، يجب توفير في الملاعب في العراق رجال لأمن الملاعب متخصصين في تنظيم أمن الملاعب.
اعتقد هذا سيساعد العراق بانه يتحول او يكون له نقله كبيره جدا في قادم الوقت. ان شاء الله. طبعا ابدي من ما اتحدث من اخر ما اتحدث فيه بخصوص قوه امن الملاعب، طبعا شكر خاص لقوه امن الملاعب، هاي القوه اللي بصراحه قدمت كل ما تملك، شكرا لكل ضباطها، شكرا لهاي الجنود. واكو خبر 100% راح تكون في قادم الايام تغيير بعد ما انه انتقلت الى الشغب قوه حفظ القانون. اعتقد اكو كتاب اني بنفسي قريته من الاستاذ المحترم خالد قبيان، مطالب بعودتكم، ووزير الداخليه موافق على عودتكم ونقلكم من الشغب حفظ القانون الى حمايه الشخصيات. هذا الكتاب رساله لوزير الداخليه المحترم ولكل الاخوه، نتمنى هذا الكتاب يتم تنفيذه تكريما واحتراما لهؤلاء الجنود اللي قدموا، ان كانوا من بغداد او من بقيه المحافظات. يا اخوان امن الملاعب بالفعل هم امن للملاعب، قدموا ما قدموا بسهر بتعب بجهود بكل شيء. فاحنا اليوم حتى نطالب من عبر شاشتنا انه تكريم لهؤلاء الجنود. اعتقد ال 250 وال 500 الف ما راح تقلل من قيمه الشخص اللي كرمهم، ان كان وزير شباب ورياضه او وزير داخليه او رئيس اتحاد، لكن هؤلاء تعبوا. وصدقوني كتابكم موقع وبعد بطولة الخليج وانتهت البطولة راح ترجعون إلى حماية الشخصيات. كابتن بصراحة تحدث عن موضوع مهم اللي هو المنتخب كان ما حد حاسب لحساب يحقق بطولة الخليج، بالفعل الجمهور هيك مؤثر؟ طبعا أستاذ طارق، يمكن أنا أول الناس انتقدت بعض التصريحات الخاصة الكابتن يونس محمود ولمدير الفريق أيضا الفني كاساس وجهازه الفني بدايه البطوله، قال بانه احنا نريد نبني منتخب للمستقبل، ومع العلم بانه هنالك لا توجد مقومات لبناء منتخب للمستقبل في هذه البطوله خاصه لاسباب كثيره، واحنا ما نريد نروح على النقاط تفصيليا، بل كان المنتخب الغايه من عند المشاركه والخروج بوجه ابيض في هذه المشاركه. لذلك انا يمكن اول الناس تحدثت وكنت على ثقة كبيرة بأنه المنتخب العراقي يصل على أقل تقدير يستطيع الوصول إلى المربع الذهبي، وعلى الأخوان يكونون حريصين في تصريحاتهم وأن يملكون الثقة بأنفسهم باللاعبين وبجمهورهم وبأرضهم اللي يلعبون عليها، بأن هنالك فرصة كبيرة للوصول على أقل تقدير للمربع الذهبي على اعتبارات، وشخصت الاعتبارات. قلت أول شيء المنتخب السعودي لم يأتي بالصف الأول من الصف واللاعبين النجوم، وكذلك المنتخب القطري. لذلك هذه المنتخبات حقيقة لا تستطيع أن تخلق الانسجام بسرعة بين اللاعبين، ولا يوجد ذاك النضوج الكبير أيضا عند هؤلاء اللاعبين ليستطيعون التفوق في هكذا بطولة. لذلك التجارب عند اللاعبين، الخبرة واستحقاقاتهم ربما في البطولات السابقة هي اللي تعطيهم الأولوية بأنه يحاربون لآخر نفس في البطولة. لذلك كان توقعي في محله، المنتخب القطري غادر على ايد العراق، وكذلك المنتخب السعودي غادر ايضا من المجموعه الاولى. لذلك الطريق اصبح بالنسبه لك سالك، نقول احنا اجاك المنتخب بنهايه المطاف، اجاك المنتخب على النهائي المنتخب العماني اللي ايضا تفوق على المنتخب البحريني ووصل مباراه النهائي، واحنا لعبنا مع المنتخب العماني وشخصنا نقاط القوه والضعف عنده. لذلك انا اعتقد المنتخب العماني كان له الأفضلية بنسبة الاستحواذ 62% ولديه الفرص وأضاع ركلة الجزاء وكان مميز في المباراة. لكن الشيء الجيد بأنه الجمهور أعاد الحياة بعد كل هدف يسجل المنتخب العماني، تعود الحياة ونبض الحياة وقوة إرادة الفريق من خلال الجمهور، كأنما هنالك ترابط بين الجمهور وبين اللاعبين، وهذا ساعد بشكل كبير الحالة النفسية عند اللاعب أن يعود للمباراة بقوة ويسجل هدف مرة أخرى، وبعد أن يسجل عليه يسجل. لذلك هاي الروح
أعتقد استمدها الفريق من الجمهور، وبالتالي استطاع التفوق على المنتخب العماني. ذلك أعتقد البطولة حققت أهداف كثيرة. واحدة من الأهداف اللي الكثيرة اليوم رئيس الاتحاد الخليجي الشيخ الصور حمد بن خليفة قال بأنه البطولة القادمة راح تكون مختلفة تماما. البطولة القادمة جوائزها راح تكون أعلى، هاي بالدرجة الأولى. تمام. الأمر الآخر بعد احنا نخلي ضوابط المنتخبات يجب أن تشارك بالصف الأول وليس بالرديء. طبعا هاي نقطة طبعا جدا مهمة. ليش؟ لأنه في هذه البطولة المستوى الفني كان نقول متوسط، لم يرتقي أعلى من درجة متوسط. لذلك إذا تريد تعزز وتقوي أي بطولة يجب أن يكون المستوى الفني عالي جدا. صح. وبالتالي هذا راح يساعد بشكل كبير الفرق تهيئ نفسها، وتكون هنالك أهمية حتى اعتمادها عند الفيفا ربما مستقبلا. هو أنا هذا اللي أريد أسأل. هو هذا اللي نريد. أستاذ سالم، متى يعترف بهذه البطولة؟ يعني هذا الأغلب يتساءل هذا الأمر، إنه بطولة كأس الخليج يعني حتى لو ممكن نضيف منتخبين أو أربع منتخبات تصير 12 منتخب طبيعي جدا، لكن متى يعترف بها؟ وعندما يعترف بهاي البطولة بالتأكيد ماكو منتخب بعد يشارك بشباب أو رديف، الأغلب راح يشارك بالصف الأول. فأكو يعني كلام ممكن يعترف بها؟ شوف أولا أستاذ، هذا السؤال طرح في دورات كأس الخليج من أكثر من ربع قرن. كل ما تيجي بطولة يسألوا نفس السؤال، متى يعترف بها، متى يعترف بها. أتذكر في 96 كانت هذه القضية مطروحة بشكل كبير جدا، وحينها كان الأستاذ محمد بن همام رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وهو قطري الجنسية كان شفافا للغاية، قال لا نستطيع الاعتراف بدورات كأس الخليج إلا إذا كانت هناك لها أجندة ثابتة ومعروفة تقام في توقيت ثابت. دورات كأس الخليج أيضا انتقلت إلى مرحلة أخرى، يمكن دورة كأس الخليج الأخيرة اللي أقيمت في قطر خاصة أشرف عليها الفيفا بحيث أنها كانت أحد بروفات كأس العالم. نعم. وطبق فيها جميع الأنظمة الخاصة بدورات كأس العالم وبطولات كأس العالم. وتحدث إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي بأن هذه البطولة من المهم بمكان أنها يكون لها أجندة واضحة وثابتة، والفيفا اعترف بكل ما يتعلق بهذه البطولة، يبقى فقط وضعها في أجندة الفيفا بحيث تكون ثابتة. المشكلة أخي أنه نحن كدول الخليج نقيم دورات كأس الخليج على حسب المزاج. يعني انت شاهدت الآن بطولة كأس الخليج في العراق متى أقيمت؟ الآن أقيمت بعد مرحلة من الترقب والانتظار. البطولة القادمة كانت المفترض تقام بالكويت على نهاية 2023، وبسبب تزاحم الاستحقاقات الأسيوية والقارية والعربية كذلك تم تأجيلها أو إزاحتها عفوا وتأخيرها إلى 2024، وبالتالي هذا لا يخدم موضوع اعتمادها بشكل رسمي في أجندة الفيفا. نحتاج أن تكون لها جدول زمني أو برنامج زمني ثابت. وهل هذا صعب أنه يعني اليوم الاتحاد الآسيوي يضع جدول وتواقيت لهذه البطولة أستاذ سالم؟ صعب. أنا أعتقد صعب، لأنه أولا كل الدول الخليج تشارك في تصفيات الآسيوية، تشارك تصفيات عفوا كأس الأندية الآسيوية بأبطال آسيا، تشارك أيضا في تصفيات كأس آسيا، نهايات كأس آسيا. فإيش الأهمية هذه المنتخبات أو ماذا تهتم هذه المنتخبات في الأولوية عندها بهذه البطولات اللي هي القارية أكبر من اهتمامها بكأس الخليج؟ وهذا طبعا الخطأ الكبير. المفترض أن نعطي أيضا أولوية أو اهتمام كما نعطي أولوية واهتمام للبطولات القارية والأسيوية لبطولة كأس الخليج. شاهدنا أخي الاهتمام الجماهيري والإعلامي للبطولة الخليجية، وهو وهو الذي لا تحظى به دورات الأسيوية أو كأس آسيا. يعني إذا قارنا اليوم كأس الخليج التي أقيمت في العراق واهتمامها الجماهيري والإعلامي بكأس آسيا الأخير الذي أقيم في أبوظبي، كان أقل بكثير عن هذه البطولة من حيث الإعلام ومن حيث أيضا الحضور الجماهيري. ولكن كما قلت، أنا أعتقد البطولة الآن أصبحت
يعني مكتملة الأركان من حيث اللوائح والنظم واللجان المشرفة، وكذلك أيضا الأنظمة المستحدثة من الفيفا، منها إدخال الفار وعدة برامج أخرى. تمام. أعتقد يبقى فقط أن تتفق دول الخليج بأن تكون رزنامة دورات كأس الخليج ثابتة حتى تبقى معترف بها تحت مظلة الفيفا. تمام، أبقى وياكم لكن أروح للتتويج وكيف شاهد الجميع، ومن بعدها نرجع. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. كابتن بسام، كيف شاهدت التتويج وحفل الختام، بغض النظر عن حفل الافتتاح اللي الجميع أشاد به؟ طبعا ألف مبروك نقول احنا لمنتخبنا ولاعبينا، الجهاز الفني، اتحاد القدم، الكل اللي ساهم، دولة عراقية، وزارة الشباب والرياضة، الكل، كل الوزارات الداعمة، طبعا ألف مبروك لهم. الاحتفالية كانت جميلة، خاصة أنا لفت انتباهي حقيقة عندما وصل الجهاز الفني كاساس و ايضا المدربين اللي وياه الى الكابتن عدنان درجال، كان يحتضنهم واحد بعد الاخر، وكانما يريد يقولوا له من خلال احتضان الكابتن عدنان درجال يقولوا له شكرا على ثقتك بينا، احنا اتمنى بانه كنا عند حسن ظنك، والفرصه اللي انت اعطتناها ومنحتناها كانت حقيقه كبيره وتعني لنا الشيء الكثير، لذلك طموحهم كبير ايضا هذا الجهاز الفني. انا اعتقد الناجح اللي استطاع بفتره قصيره ان يخلق اجواء طيبه وحقق البطوله، فالف مبروك للجهاز الفني ايضا ولكل الداعمين لمنتخبنا العراقي، واكيد يعني احنا شاهدنا ايضا المنتخبات الاخرى واللاعبين اللي كانوا الافضل واللي حصلوا على جوائز فرديه، ذلك احنا نتمنى بانه الكل يكون سعيد بهكذا بطوله. وايضا تعليقا على استاذ رئيس اتحاد الخليج استاذ سالم، انا بس حبيت انوه له نقطه مكمله الى ما تحدث به اليوم، الدفع باتجاه اقامه وقت محدد للبطوله ومدعوم خليجيا واسيويا وايضا فيفويا من قبل الفيفا، هو مو امر مستحيل اليوم النجاح اللي تحقق. انت مع انه يكون معترف بهذه طبعاً البطوله؟ طبعا انا مع اقامتها بوقت محدد ومعترف به دوليا حتى نستطيع حقيقه نستطيع اقل تقدير بانه تكون هنالك طاقات شابه تمنح فرصه في هكذا بطولات حتى تنضج الى بطولات كاس العالم والدوريات وامم اسيا وغيرها. لذلك انا اعتقد لها خصوصيه بطوله الخليج. اليوم تغيرت النظرة والبوصلة تغيرت والمشاهد تغيرت والتعبير تغير والأخوة هم راغبين، حتى المنافسة بيها مختلفة، تختلف طعم المنافسة، الكل يحب ينتصر، يعني أكيد أكيد. ماكو منتخب شايل غيظ على منتخب، لا أبدا، الجميع فرح إن فازت قطر، فازت عمان، فازت السعودية، العراق، شوفها روح واحدة، الروح والأنفاس كانت طيبة والأجواء كانت مشحونة بالإيجابية، لا يوجد شيء سلبي، وهذا اللي ساهم بشكل فاعل بنجاح البطولة. لذلك النظرة عندما تكون عالمية باتجاه بطولة الخليج ونجوم الخليج ولاعبي الخليج أكيد يعني راح تكون محط أنظار العالم ودعم الدولة العراقية، خاصة كان حاضر في هكذا بطولة، وإحنا شاهدنا الاستقبال الرسمي أيضا دولة رئيس الوزراء في بغداد، وهنالك ايضا وجود اللاعبين ايضا في النجف الاشرف مع السيد مقتدى الصدر وترحيبه بهم ودعمه للمنتخب ودعمه للجهاز الفني، اعتقد كلها هاي اصداء كبيره معنويه تحققت للمنتخب العراقي وللعراق. لذلك اليوم التضامن مع الاخوه الخليجيين هو كبير، نتمنى بأنه قلت لك البطولة يعني تتطور مشاهدها أيضا في المراحل القادمة وتنظم بصورة مميزة حتى تتغير الأفكار وتتلاقح الأفكار والانفتاح يكون على الخليجي، يعني بين حتى الحدود والمشاهدين والجماهير العربية الخليجية تكون متواجدة في كل الدول بدون منغصات وبدون متاعب. النقطة الأخيرة أستاذ، بس أنا حبيت أشكر اتحاد كرة القدم العراقية لسبب واحد، لأنه حفظ ما وجهنا احنا كلاعبين دوليين. تمام. يعني دعوته أن قبل البطولة وإلى حفل الختام حفظ ما وجه اللاعبين الدوليين بعد ما كان هنالك تساؤل كبير سبب عدم تواجدنا وحضورنا، واحنا حقيقة ما كنا نريد نلوم احد،
لكن ربما كان هنالك ضغط كبير على اتحاد كرة القدم والضيوف وتواجد الضيوف وانشغالهم وأمور أخرى. لكن اليوم احنا ممتنين وكنا سعداء بمشاركتنا إخواننا الفرحة في البصرة ومشاهد الفرع عند الجماهير، وأعتقد هي أجواء كانت جدا رائعة وجميلة. تمام استاذ سالم، البعض يتساءل، وضعت لجنة بالنسبة للجائزة اللي راح تنطوها، شنو قيمتها مادية دروع؟ متى تعطون أو تعلنون عن هذه الجوائز؟ تتكلم أنت عن الاستفتاء الخليجي لاختيار المنتخب ولا؟ نعم. ولا تتكلم عن مسابقة التصوير الفوتوغرافي ولا؟ حدد لي. أنا أتكلم عن الاثنين. عن الاثنين. بالنسبة للاستفتاء تم الإعلان عن اللجنة خلال البطولة، ويرأسها الكابتن صفوان عبد الغني، وتضم 10 من لاعبين ونجوم وأساطير كرة القدم الخليجية، في مقدمتهم حمود سلطان، يونس أمان، كذلك أيضا فهد خميس، كذلك أيضا أسماء كبيرة، فرج لهيب من الكويت، من اليمن علاء الصاصي، حتى لا أنسى الأسماء كلها، أحمد خليل من قطر، جمال أيضا كل الأسماء. من الإمارات. هذه الأسماء هي من قامت باختيار وترشيح تشكيلة المنتخب الذهبي الخليجي اللي مكون من 11 لاعب، ومن ثم في المرحلة الثانية تم تحليل جميع الترشيحات من قبل رئيس اللجنة الكابتن صفوان عبد الغني، ونوجه له تحية حقيقة من هذه الساعات الجميلة معكم ومن خلال قناتكم الطيبة على جهوده وعلى يعني اجتهاده معنا أيضا في هذا الأمر. ونحن كان بالنسبة لنا من المهم بمكان أن يكون على رأس هذه اللجنة أحد النجوم العراقيين الذين يعني شاركوا في دورات كأس الخليج، بالإضافة أيضا إلى الكابتن إبراهيم سالم أحد نجوم الكرة العراقية وهو حارس مرمى، والذي تواجد حقيقة معنا بشكل كبير وتعامل ودعم هذه الفكرة بشكل إيجابي لإنجاحها. تم اختيار الإعلان اليوم بشكل رسمي عن التشكيلة الذهبية، وفي خلال ختام البطولة يوم تتويج المنتخب العراقي تم الإعلان عنه عبر قناة العراقية الرياضية. اليوم صدر البيان الرسمي من الاتحاد الخليجي. بالنسبة لهذا المنتخب هو فكرته أن يتم تجميعه ليلعب بعض المباريات الخيرية أو الاستعراضية في أحداث أو في يعني فعاليات معينة على المنطقة الخليجية والعربية بإذن الله تعالى. هذا الاستفتاء انطلق في 2014 في خليجي الرياض إذا تتذكر أستاذ فيصل، وأيضا كان الاختيار عبر اللجان الفنية اللي هي تتشكل من النجوم والأساطير الكرة. بالنسبة للمسابقة الثانية نحن قلصنا حقيقة الأمر هذه المرة، المسابقات هي اللي كانت تضم اختيار معلقين سواء معلقين محترفين أو شباب، كذلك أيضا اختيار أفضل التغطيات الصحفية والقنوات. هذه المرة حقيقة الأمر لظروف البطولة، وأيضا أنت تعرف أن الكل جاء من أجل مساندة البطولة وأعطاها الزخم الإعلامي، والكل ساهم حقيقة الأمر بجهد كبير لإنجاح وتقديم هذه البطولة بثوبها القشيب كما يقال والطيب أمام الناس. وبالتالي يعني اعتمدنا فقط على مسابقة واحدة وهي مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي يشرف عليها الكابتن أيضا كريم جعفر، وهو مصور من المصورين البارعين على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى الخليجي. شنو السبب اللي خلاكم تختارون الأستاذ كريم جعفر أستاذ سالم؟ أنا قاعد أقول لك إنه هو من أبرز المصورين على المستوى العالمي ليس فقط على المستوى العراقي أو الخليجي أو العربي. شارك كريم في أكثر من تغطية أكثر من 5 صح كؤوس عالم، وهذه خبرة يعني يمتلكها كريم جعفر يمكن أكثر من أي أحد المصورين الآخرين بدون تقليل من إمكانيات الآخرين، ولكن حقيقة الأمر كريم جعفر هو معانا في الخط منذ أكثر من 15-20 سنة
يساهم معنا ويشتغل معنا في الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي حول هذا المشروع الإعلامي. وأنا أعتقد أنه جاء الأوان أو الوقت كان مناسب لأن يكون أيضا المقدم كريم جعفر أحد العناصر العراقية في التصوير والإعلام الرياضي، بأن يكون أيضا مشرف، هو الذي وضع حقيقة الأمر محاور المشاركة يمكن التي انقسمت في التصوير داخل الملعب، تصوير على المدرجات، تصوير خارج الملعب، أيضا نقل الصورة الحقيقية لشعب البصرة والجماهير التي عاشت. راح تستمر هاي الجوائز في كل بطولة أستاذ سالم؟ هاي الجوائز راح تستمر في كل بطولة؟ نعم، هي في العادة في كل بطولة. نعم، يعني البطولة السابقة التي أقيمت في العراق، في قطر، كانت أيضا هناك جوائز تم توزيعها. البطولة اللي قبلها أيضا كانت في الكويت، أيضا أعلنت الجوائز وتم توزيعها. في البطولة القادمة إن شاء الله التي تقام أيضا في الكويت سيتم توزيع جوائز الفائزين في هذه البطولة بإذن الله تعالى. تمام تمام كابتن بسام، رسالتك الأخيرة. نعم طبعا أكيد، يعني اليوم جت فرصة حقيقة للعراق واستثمرها بصورة جيدة بمساعدة إخوانه في الخليج، وهاي الفرصة أكيد يعني ربما بالسنوات القادمة إن شاء الله تتكرر مرة أخرى. علينا منذ الآن العمل لتهيئة ظروف أفضل ما كانت عليه في هذه البطولة، وتصحيح أو تصويب العمل الفني والإداري للبطولات القادمة حتى نستطيع الظهور بصورة أفضل ما كان عليه، ليس إرضاء للآخرين ولكن إرضاء أول شيء لأنفسنا إحنا، بأن إحنا قادرين على تنمية قابلياتنا وقدراتنا الإدارية والفنية وبتعاون طبعا مع الإخوان ومساعدتهم. لذلك اليوم العراق لخاطر، أقلها نقول إحنا لخاطر العراقيين ولخاطر الجمهور العراقي المحب لكرة القدم ولخاطر المنطقة، بأنه يعني أكيد تكون هنالك منافسة جميلة على البطولة ونجاح البطولة. اليوم إحنا مخيرين بأنه نبقى في نفس المكان أو الموقع أو نتطور ونتسلق حقيقة القمة والمجد في هكذا نوعين بطولات، ونتقدم بعدما كنا غائبين لفترات طويلة عن التتويج. لذلك العراق هو أكيد أنا باعتقادي هو ملح البطولة، والإخوان يعرفون في الخليج بأنه البطولة من غير العراق ومن غير المنتخبات القوية الموجودة في الخليج لا طعم لها. ذلك اليوم ولدت، أنا باعتقادي ولدت من جديد بطولة الخليج، وبالتعاون مع كل الاتحاد الآسيوي والفيفا والاتحاد الخليجي، الكل تعاون. لذلك من انطلاقا من أهمية هذه البطولة إن شاء الله تعالى تتطور لتصب في مصلحة الكرة القدم العربية والخليجية. تمام، أنا أشكرك أستاذ سالم. قبل ما أختم وياك أقول لك طبعا أريد رسالتك الأخيرة. نعم، أولا أنا حقيقة الأمر أحب أن أهني الشعب العراقي والجمهور العراقي والمسؤولين في العراق على نجاحهم أولا في إرجاع دورات كأس الخليج إلى العراق وإقامتها في العراق بعد فترة طويلة. ولا بد من كلمة شكر للمسؤولين في العراق على رأسهم معالي الأستاذ أحمد البرقع وزير الشباب والرياضة العراقي. حقيقة الرجل الذي كان قريبا من كل، يلامس جميع مفاصل الأحداث في البطولة ومستمع جيد وعنده نظرة بعيدة الأمد لتطوير الرياضة وليس فقط كرة القدم في العراق. يحتاج هذا الرجل الكثير من الدعم والمساندة أعتقد من الإعلاميين العراقيين جميعا حتى يستطيع أن يحقق نجاح أكبر للرياضة العراقية. كذلك أيضا كل الشكر للكابتن عدنان درجال الذي ناضل حقيقة الأمر وسعى منذ سنوات بأن تقام دورة كأس الخليج في العراق من جديد، وها هو الآن يحقق هذا الحلم الذي كان ينتظره وينتظره أيضا الجماهير والشعب العراقي. نقول له كل التحية والتقدير، أخذ من وقته ومن جهده ومن أعتقد من صحته أيضا، كما شاهدنا أنه دخل المستشفى خلال فترة البطولة، كل الصحة والسلامة له إن شاء الله. كذلك أيضا لا ننسى محافظ البصرة، الرجل الذي اشتغل من كل بكل طاقته لتهيئة مدينة البصرة كلهم وتقديمها اشتغلوا للعراق بصورة كلها اشتغلت جميلة. للعراق بالضبط. نعم، وبالتالي أنا أعتقد هذه الأسماء ستبقى خالدة
في ذاكرة دورات كأس الخليج، لأنها قدمت للعراق وقدمت لدورات كأس الخليج نسخة استثنائية. وجميع وجزيل الشكر حقيقة قبل أن ننسى لمنتخب العراق الذي تحدى كل الظروف وأسعد جماهيره، رغم أنه لم يكن مرشحا لكنه استطاع أن يثبت جدارته ويصل إلى المباراة النهائية ويتفوق على جميع الظروف وعلى نفسه ويحقق الكأس التي أعتقد أشبعت الجماهير العراقية نهمها وانتظارها الطويل. أعتقد بأنه الصورة واللوحة اكتملت في العراق بالتنظيم وبالعودة بعد 4 عقود وبالفوز وبالأداء وبالحضور الجماهيري، لوحة أعتقد جميلة جدا ستبقى مخلدة في ذاكرة الكرة الخليجية. طبعا أنا قبل ما أشكرك نعتذر في يوم من الأيام إذا بدر شيء أو ما دخلتوا لأحد المباريات، تعرف أنت جمهورنا وتعطش لهذه المباريات، نعتذر إذا صار مثل خلل بالتنظيم. كأصغر إعلامي أقدم إليك وكل الأخوة الصحفيين والإعلاميين والأشقاء الخليج نتمنى أنه هاي الأمور ما تتكرر، وأكيد كان دعمكم هو سبب رئيسي أستاذ سالم بنجاح هذه البطولة. شكرا لك وشكرا لظهورك معنا ببرنامج وطن سبورت وقناة وطن، وإن شاء الله نلتقي في مناسبات أخرى. بارك الله فيك ومشكورين على هذه الاستضافة الطيبة، وأنت ما تحتاج تعتذر لأنه نحن في العراق بلدنا وبين أهلنا. كل ما حصل في العراق هو يعني لم يكن مقصودا، أنا متأكد 100%. حضرنا داخل الملعب أو لم نحضر داخل الملعب كانت الصورة مكتملة، لم نزعل أبدا، بالعكس كنا سعداء جدا عندما نشاهد البطولة تحقق نجاح، الجماهير العراقية تكون سعيدة، كنا نحن الشركاء في قواسم مشتركة بالتأكيد، وهي إسعاد الشعب العراقي بالتأكيد. شكرا لك وشكرا لظهورك معايا كابتن بسام، أنا جدا ممتن منك ومن تواجدك، وأنت ابن هاي القناة وضيف لهذا البرنامج، ضيف دائم وما فد يوم رفضت لنا طلب، جدا أشكرك. وأنتوا أخوة أعزاء، وأكيد برنامجك برنامج مميز، نتمنى لك الموفقية إن شاء الله في قادم الأيام، وأكيد تحديات كثيرة والعمل الرياضي لا ينتهي إن شاء الله. شكرا لك كابتن بسام. مشاهدينا الكرام هذا ما يسمح به وقت البرنامج، انتظرونا في حلقات قادمة. شكر موصول للأخوة بالكونترول، للمراسل والكادر اللي عمل بالبصرة، محمد رعد أيضا اللي راح يكون متواجد دائما معانا، هذا الشاب الطموح نتمنى له التوفيق. إلى اللقاء.